الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين. وبعد، اليوم الأربعاء الموافق 23/9/2020 تم تحميل البراد ب 16 حمولة 16 طن، وذلك لتوزيعها على المحافظات التالية: محافظة أسيوط 4 طن، محافظة سوهاج 4 طن، محافظة قنا 4 طن، محافظة الأقصر 4 طن، وكذلك محافظة شمال سيناء 4 طن، وذلك لتسليمها للمدريات لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مع كل سيارة عضو من التفتيش العام من الوزارة، وذلك لتسليمها للمدريات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.